طبعا ايه بنعبي ايه؟ الحشو هذا هو ولما يتعبى حيطلع من جناب عادي، مهم حاجة ينزلوا عليها بالشوكة الطريقة هذه ونلفوها شوية بشوية. الفوفة هذه يقعد لوطة الصغيرون هذا تشوفوا فيه يقعد لوطة. طب وين بخليهم هنا دقيقة؟ هذه الأولى أعبي مرة ثانية. طب وين بندير أربعة بس؟ أنتم في الحوش ديروا حتى خمسة ستة عشرة. شوف أنا درت هذه طلع لي عشرة أكثر من عشرة ندير. غير بنوريكم بس. اوكي الصلصه نتاعي ريتوها واطيه. هذا علاش نستعمل في الطماطم نوع بيلاتي. طماطم حكه هو مش معجون. في الصلصه دي بومودورو تشوفوا فيها يسموها فيها هكي هذه عاديه تم دي طف عليها. هذه مازال بتخش الفرن ثلاث دقائق طاب الوجبه هذه واطيه. ننزل عليها مره ثانيه بالشوكه ومرة ثانية نلويها بالطريقة هذه. شوفها توا اللي ما يعرفش يلوي بالطريقة هذه ممكن ياخذ عود اسنان او عود طويل لوح ويحط الطول داخل زي الكباب، ما في شيء مشكلة حتى هنا. نوروا مرة ثانية. دي محطوا شوية بالزيادة واحدة واحدة ديروها بقلبكم من غير استعجال. والوجبة هذه طيب في نص ساعة من تجهيزها لتحميرها للصينية ونلوي مرة تانية حتى هذه. شوفها واحدة واحدة دي ونحطها في جنب هذه. ننزل عليها بشوية بشوية ونجي لآخر واحدة. بالطريقة هذه أنا حطيت بالزايت وبننزل عليها وبنلوي حتى هذه واحدة واحدة باش ما تكسرش منك ونحطها من هنا. وهذه أول حاجة واتية. أوكي تو نضفوا الدوشة هذه اللي درناها. خلنا نمسحوا ذي ونخشوا للمرحلة الثانية. أظني عندنا مازال وقت ممكن جوا 10 دقايق، احنا لينا توا ربع ساعة. اوكي تمام. هذا ما عادش نبه. جولي هذه. أول وحدة كشيك، طماطم، راح الفلفل. ونمشوا بطريقة هذه. هذه أول وحدة دوروها هكي تم. هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة. وطوا النحو هذه قبل نحو الكليل ماش نبي. ولتعرف شنو خليه الكليل خليه ياخذ جو هكي فصل للطاجين. والتومه هي اللي منحاه. اوكي انا بالصلصه نتاعي بالفلفل نمشي عليها من فوق بطريقه هذه. هذه الملفوفه الباذنجان شوفها حتى هذه ما عادش نباه. وبنسكرها بالبارميجانو. هذه
اللي قويتها هي كلها تبي برمجان من فوق. راهو هذا صينية صحيا ما استعملت الشيء هنا بالتنجانة، ممكن نص ونص موتزاريلا الباقي قاعد هنا، وقليل جدا من الأعشاب. That's it. تم برمجان استعملته ونحطها في الفرن، بعد شوية تقعد تسيح من الدنيا كلها. 220 والفرن سخون، ونخلوها تم تمشي بروحها، نمسحوا الجو هنا. نمسح المطبخ متاعنا زي ما قلت لكم، استعملت نص بالتنجان حطوها في التلاجة، الباقي غطوها غلفوها بكاغط ما تسويتش منكم. استعملت أقل من 120 جرام صلصة بيلاتي اللي هو طماطم موجود في السوق يديروا منها في البيتزا، ما تستعملوش طماطم حكة. حطيت فيه قليل من الزيت المروج، فلفل أسود، موتزاريلا كبار، أربع شرائح حتشوقة، شوية ملح، والخبز هذه حمرناه في ثاوة بروحها شفتوها من غير زيت من غير حتى حاجة. أنا درت وجبة واطية، نستناها هي تطلع في نفس الوقت، خلينا نشوفها تسيح. أوكي مليح، خلينا نديرو على السريع نديرو مشروب صحي ديتوكس. هذه السكينة باكي طاحت. نديرو مشروب ونستنوا الواحد نتاعنا الملفوف الملنزانة، او اسمها هو اسمه اصل حاجه اسمه الحقاني انفولتيني. هذه وجبه من الجنوب سيشيليا وسهله، واحنا مكوناتها في السوق سوقنا كلها موجود. انا هو هي بعدين انا عدلت فيها شويه. هم عاده يحطوا في الجبنه الادامر، يحطوا في الجبن الهولنديات، انا حطيت الموتزاريلا ابن مش مالح الموتزاريلا، ولو الكبار ولا التشوقه مالح، فمع الموتزاريلا تخش بعدها. وفي نهايه سكرتها بالجبنه المرحيه للبارميجانو بتاعت الماسباجيتي. فنديله توا مشروب هذه، ولا الوحده بتاعي هي. حطيت اللايم اللي هو الليمون الاخضر هذا، بس ما نبيش هلبة شرايح، نبي شوية. ما تنسوش الديتوكس ينذار قبلها بيوم لتاني يوم. حطوا شوية جنجر اللي هو جنجبيل، خلوه 24 ساعة في الثلاجة لتاني يوم، وبروحة السكر يطلع من الفواكه متاعها. ناخذ شوية تفاح، ناحي القلب، وخلوا الجلد هي هذه، خلوها الفيتامينات كلها هنا. راهو احنا عاده نمسحوا فيها، عكس غلط. مفروض اطفالنا ياكلوا تفاح ما تقشروش، يخلوه زي ما هو، خاطر كلها الفيتامينات فصل هذه. حط التفاح، تقدر تحطوا حتى القلعاوي، اي حاجه يخطر على بالك. مهم خضره وفواكه. انا تو بنحط نعناع وبنحط الخيار، خلنا نحو القشرة هذه ما نبوهاش، ونجوها طول هي بس. ثم هذه ثلاثة طروف، هذا ما نبي. تمام الطريقة هذه، تفاح معاش نبي، ونسكر بها بفواكة الغابة. نحط لها هذه فصلها، ونقدر نحط أي حاجة اللي بقى يخطر على بالي. هذه سادة هيك خطر تفاح حلو، وانا استعملت نص لتر، ممكن نزيد تفاح صغير. الغدة في الظهر لما نجوا نشربوها هذه نقع جوستو نتاعها تفاح. وفصتها اللايم، وانا ممكن حتى نعصر فصتها ليمون باش نعطيها جو. ناخذ الليمون، نص ليمونه تمشي، ما تحطوش ليمون هلبة، نص اوكي. ناخذ الزريه هذه وبشوكه ننزل عليها في القلب نتاعها، وننزل عليها بطريقة هاية. شوفوا
مش داعي ناخذ حط العصاره. تم هذه واتيه. طبعا نبغى صينيه باش نحطوا فيها وجبتنا. هذه واتيه طلعوها هاتوا الفرن. لما الفرن عالي 220 طيبوا كل شيء سريع، خاطر درنا استعملنا شواية بس. شوف هاي تحمرت والموتزاريلا ساحتها، شوفها نقدر نزيد نخليها تمشي كريسبي أكتر، تنحق منك مفتوق شوية تتحمر أكتر، علو في الفرن بس. تاني بنجيبهم بطريقة هادي. ومن الجهة الثانية طبعا هادي سخونة. ماش نبيها ربالكم دائما الحاجات راه كلها سخونه اللي تشبحوا فيها هذا، وبنسكرها بالاعشاب متاعي. اوكي ساج شويه من هذه، شويه اعشاب من حلقتنا، وبنحطوا الكلي. لا ناخذ شويه معدنوس يمشي. نطفو المعدنوس تم من فوق، تمشوا بها هكي شوية بشوية ما تكتروش. شوية فلفل أسود دي ديركم تاعها، ونهاية سكروها احنا ببخة خفيفة سريعة الخبزة هذه باش غير فوق ديكور، ما نبوش نديرو حاجة ثانية. وحنا هكي واتين نمسحو على السريع المكان اللي خدمنا فيه، سكينة ديما على فوق. شفتوا هذه ملفوفة الملنزانة وملفوفة البتنجان، ما فيش من أسهل منها. زيبوا تخلوها 10 دقايق تنياك، خلوها تتحمر منكم زي البيتزا الحمراء من فوق، ما فيش أي مشكلة. هذه ماش نبوه. مشاهدين كرام، مشاهدين وعد، أنا نقول لكم تحية كبيرة من مطبخ وعد ومن شيف وعد. أنا شيف كريم وإن شاء الله نشوفوكم في حلقة تانية بوجبة اقتصادية وصحية، ورب يحفظكم واحد واحد. تحية كبيرة وبوسة مني، نقولكم باي باي.